أعزائي المترشحين الأحرار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما قمت بتصحيح الامتحان الجهوي لمادة التربية الإسلامية لهذه السنة لجهتين، جهة الدار البيضاء سطات وجهة مراكش أسفي، لأن في هذا المقطع إن شاء الله تعالى سنقوم بتصحيح الامتحان الذي يخص جهة قلمي. فلنبدأ على بركة الله. أول شيء نقرأ الوضعية بتدبر وتأمل. بعد عودته من مكة وأدائه لمناسك الحج، أبدى الحاج أحمد المعتز بدينه، ها هو الدرس الأول، الاعتزاز بالدين، إعجابه لأولاده بمناسك الحج المتميزة باليسر ورفع الحرج. أين درسنا اليسر ورفع الحرج؟ هذا من خصائص الشريعة الإسلامية. هذا الموضوع الثاني، عن المرضى وغيرهم، وكذا عالمية الإسلام الذي جمع كل الأجناس البشرية في صعيد واحد تحت ظل عقيدة التوحيد. الدرس الثالث، التوحيد الداعية إلى تحرير الإنسان، يعني درس التوحيد والحرية من كل القيود والعبوديات، تحقيقا لمهمة الاستخلاف المتبتلة في بناء حضارة إنسانية قائمة على الوحي. درس خامس، بناء الحضارة الإنسانية. تدخلت ابنته سعيدة قائلة: إن الذي ذكرت يحتم على العلماء المعاصرين تركيز جهودهم العلمية على التجديد والاجتهاد. درس آخر، لتحديد ضوابط وآليات فهم النص الشرعي. درس آخر، ضوابط فهم النص الشرعي فهما سليما منسجما مع مقاصد الشريعة الإسلامية. درس آخر، مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق مصالح الخلق وحفظ حقوقهم عند تنزيله على قضايا الواقع المعاصر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. درس آخر، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كماله الخلقي وإنسانيته المتسمة، يعني المتصفة بالرفق والرحمة. درس آخر، الرحمة والرفق بما أرساه من نظام كوني وسطي المنهج. الوسطية والاعتدال يضمن للإنسان العيش الكريم والتعايش بسلم وأمان، في خطبته الشهيرة في حجة الوداع. درس آخر، حجة الوداع. بينما ابنه خالد الملحد، درس آخر، الإلحاد، اعتبر أن الإسلام جاء لإيقاع الناس في المشقة، ونعت شعائر الحج بطقوس، نعت أي وصف شعائر الحج بطقوس وثنية وخرافية، متهما الشريعة الإسلامية بشريعة الاستسلام للنص الديني والحجر على العقل البشري في ممارسة لحريته الإبداعية والفكرية المنسجمة مع مبادئ الطبيعة والحقوق الكونية. غير أن أصغرهم سنا، كريم، صرح بعدم استيعابه لكل ما قيل، يعني بعدم فهمه، وعبر عن حاجته إلى مبين وشارح له. إذا كما تلاحظون معي أن هذه الوضعية التقويمية يعني تعالج مجموعة من الدروس التي تعرفنا عليها. دائما في كل وضعية تكون يعني خليط من الدروس، لكن يعني كل هذه الدروس تكون تحت فكرة عامة، يعني تحت درس أساسي، والدروس الأخرى عبارة عن فروع. الآن فلننتقل إلى الأسئلة. عفوا، قبل الأسئلة السند، عندنا سندين. السند الأول قوله تعالى في سورة ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. السند الثاني قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة. والسند هو عون للمتعلم، هو عون له، يعني سند أستند عليه، يعني أستعين به، أستعين به في الإجابة على الأسئلة، وأستعين به في فهم الوضعية أكثر وغيرها من الأمور. يعني السند هو مساعد للمتعلم. تأمل الوضعية التقويمية والسندين لإعانة كريم على فهم القضايا. كريم هو أصغر سنا الذي لم يفهم، على فهم القضايا المطروحة من خلال الإجابة على الأسئلة التالية. سؤال أول، نصف نقطة، حدد القضية المطروحة في الوضعية،
يعني الوضعية تعالج مجموعة من القضايا، لكن القضية الأساسية هي الاعتزاز بالدين الإسلامي، لأن عندما جاء الأب من الحج جاء معتزا بدينه. هذه الفكرة الأساسية، ثم يعني خلال الحديث تم التطرق إلى مجموعة من القضايا الأخرى، لكن القضية الأساسية الاعتزاز بالدين. ثانيا، عرف ما تحته خط في الوضعية تعريفا اصطلاحيا. ده غالبا ما يطلب منكم التعريف الاصطلاحي، نصف نقطة، وهو التعريف الذي يعني تعرفتم عليه خلال الدروس. التوحيد يعني هادشي من الحفظ. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته في ذاته وأفعاله وصفاته. الرفق هو الأخذ بالأسهل والألين في التعامل مع الخلق. السؤال الثالث، من أساليب القرآن الكريم في الرد على أوهام الملحدين أسلوب توجيه العقول إلى النظر والتفكر. استدل على هذا الأسلوب بدليل القرآن من سورة ياسين. في أسلوب سورة ياسين فيه الدعوة إلى إعمال النظر والتفكر. مثلا يقول تعالى في سورة ياسين: ولكن أن يكون هذا النظر يرد على أوهام الملحدين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا رد للملحدين بالبعث، الذين ينكرون البعث يوم القيامة بعد الموت. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نقطة. السؤال الرابع، باستثمارك لما ورد في السند الأول وضح كيفية الاعتزاز بالدين الإسلامي اقتداء بالرجل الصالح. نقطة ونصف. السند الأول عبارة عن آيات بينات من سورة ياسين توضح لنا كيف جهر الرجل الصالح بإسلامه واعتز به في وجه قومه ودافع عن دينه. اقتداء بهذا الرجل الصالح، على المسلم أن يدافع عن دينه وأن يفتخر به أمام أهله وأصحابه وأقاربه والناس أجمعين. خامسا، استعن بالوضعية وبما درسته للإجابة عما يلي. ألف، بيّن الوظيفة الحقوقية لمقاصد الشريعة الإسلامية. تعرفنا في الدرس أن مقاصد الشريعة الإسلامية لها عدة وظائف، من بين هذه الوظائف الوظيفة الحقوقية، وهي أن مقاصد الشريعة الإسلامية تحفظ الحقوق وتصونها، ولولاها لانتهكت الحقوق واستبيحت الحرمات. نصف نقطة. ب، أتمم الجدول أسفله بما يناسب. ثلاث نقط ونصف. هما أعطونا النصوص الشرعية فقط، نحن سنملأ الحكم الشرعي. مقصد من المقاصد الضرورية، قيمتان مستفادتان. النصوص الشرعية، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا مقتطف من خطبة الوداع. ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي في هذا الحديث هو حرمة سفك الدماء، دماءكم حرام، وحرمة الاعتداء على الأعراض، وحرمة الكسب الحرام والمعاملات المحرمة. المقصد، ما هو المقصد من هذا الحديث؟ هو حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال. قيمتان، تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة. عفوا، يعني الشريعة الإسلامية لا يهمها فقط أن تعبد الله عز وجل، ولكن كذلك تهمها مصالح الناس بحفظ نفسهم وعرضهم وعقلهم ومالهم وغيرها من الأمور، وتحقيق عبوديته سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع الثاني: خذوا عني مناسككم. ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب اقتداء الحاج بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج. هذه القولة قالها صلى الله عليه وسلم لأصحابه أثناء يعني حجة الوداع، قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني مناسك الحج. ما هو المقصد؟ هو أن أعمال الحج توقيفية لا تقبل الزيادة أو النقصان، فهي كباقي العبادات التوقيفية كالصلاة والصوم وغيرها. قيمتان، أولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا حقيقة التعبد تكمن في الاقتداء. فلا يمكن للإنسان أن يأتي بمناسك من عقله، أو أن يزيد على المناسك التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينقص عليها
عفوا، ولكن يجب أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أمرنا به صلى الله عليه وسلم. سادسا، استخرج من السند الثاني فائدة من فوائد إتمام الدين الإسلام. السند الثاني هو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. استخرج من السند، يعني من السند نفسه، وأتممت عليكم نعمتي. الفائدة الأولى إتمام النعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا، أن الله رضي لنا الإسلام دينا. وممكن أن أضيف فائدة أخرى، أن هذا الدين لا يقبل الآن زيادة ولا نقصان، لأنه قد اكتمل. سابعا، تدعو الشريعة الإسلامية إلى التفكر والتدبر في الآفاق والأنفس لترسيخ الإيمان بالله عز وجل. استدل بنص قرآني مناسب على ما يلي: آيات الآفاق الدالة على قدرة الله على البعث. نفس النقطة، لم يعني يطلبوا منا يعني آيات من سورة ياسين. ممكن أن تستدل بآيات من سورة أخرى، لكني استدللت بآية من سورة ياسين. قال تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هذا هو البعث، إن الإنسان سيبعث من قبره ويقف أمام الله عز وجل. وآية لهم، هذه آيات الآفاق. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ثامنا نقطة، أتمم الجدول بما يناسبهم، أعطونا المضمون: القسم بالقرآن الحكيم بأن محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله على منهج سليم ودين قويم. بسيطة، هي أول آيات في سورة ياسين، الآية المناسبة لهذا المضمون. قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. هذا قسم الله عز وجل، يقسم بالقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين، يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله على صراط مستقيم، أي على منهج سليم ودين قويم. القيمة المستخلصة من الآيات: ياسين والقرآن الحكيم، الحكمة على صراط مستقيم، الاستقامة. ويكتفي أن نذكر قيمة واحدة، الحكمة مثلا. تاسعا، أربع نقاط، حدد موقفك مما صدر من خالد، خالد هو الملحد، معللا جوابك من خلال تتمة الجدول الآتي بما يناسبهم. أعطونا فقط أقوال خالد ونحن سنعطي الموقف والتعليل. القول الأول لخالد: فقد نعت مناسك الحج بطقوس خرافية وثانية. عندما يطلب منك الموقف، إما أنك ستقول: أنا أتفق مع خالد، أو أنا أعارض خالد. الجواب هو أعارضه. التعليل: لأن نقول الإسلام جاء يحارب الخرافات، فهو ليس الحج فليس طقوس خرافية، لأن الإسلام جاء يحارب الخرافات وليس يحييها. ومناسك الحج هي عبادات، ليست خرافات وثنية، وإنما عبادات يتقرب بها العبد إلى الله على الطريقة التي أمر الله بها. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. القول الثاني لخالد: الشريعة الإسلامية شريعة الجمود، يعني جامدة على النص الديني والحجر على العقل، يعني لا تجعل العقل يعمل في ممارسة الحرية الإبداعية والفكرية. أيضا نعارض رأي خالد، لأن الشريعة الإسلامية تتماشى مع كل زمان ومكان، ومن خصائصها التجديد. ولهذا فتح الله عز وجل باب الاجتهاد أمام العلماء للتصدي لكل القضايا المستجدة والمعاصرة. الآن ننتقل إلى دراسة المؤلفات. ستة نقاط، مقتطف من كتاب السيرة النبوية، دروس وعبر مصطفى السبعي، صفحة 26-27. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو إلى الإسلام من وثق بعقله 3 سنوات كاملة، يعني بدأ يدعو فقط من وثق بعقله، يعني الشخص الذي يبان له أنه متزن عقليا، ويعني ولديه رأي وفكر سليم، يعني ولا يتبع الهوى، وإنما إذا اقتنع سيدخل هذا الدين. حتى أسلم عدد من الرجال والنساء ممن عرفوا برشحان الرأي وسلامة النفس، يعني سلامة النفس من اتباع الهوى والشيطان. وبعد أن بلغ عدد الداخلين في الإسلام نحو 30، نزل أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصدع، يعني والجهر، والجهر بما تؤمر. يعني في الأول كانت الدعوة سرية،
بدأت يدعو 3 سنوات فقط من وثق بعقله، يعني سرا. ثم قال الله عز وجل: واصدع بما تمر، يعني جهر وأعرض عن المشركين. فأمر أصحابه بالجهر بالدعوة التي دخلت مرحلة جديدة اتسمت، يعني اتصفت بإيذاء المشرك المؤمنين من طرف كفار قريش، يعني كفار قريش كانوا يؤذون المؤمنين. ولما بلغ الأذى بالصحابة حده، يعني زاد عن حده، أمره صلى الله عليه وسلم بالخروج للحبشة. فكانت الهجرة الأولى والثانية، فلجأ المشركون إلى مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب ومحاصرتهم في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات. يعني كانت دعوة سرية جهرية، ثم الهجرة الأولى للحبشة، ثم الثانية، ثم المقاطعة. وهذا كنا قد تطرقنا إليه في شرح دروس السيرة النبوية. فلنمر الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول: استخلص من النص مراحل الدعوة الإسلامية نقطة. فقط نذكر المراحل دون يعني التفصيل. الدعوة السرية، نقول مراحل الدعوة الإسلامية: الدعوة السرية والدعوة الجهرية. ثانيا: كيف كانت مواجهة قريش للجهر بالدعوة؟ كل جميع هذه الأسئلة يعني موجودة في النص. قابل كفار قريش الدعوة الجهرية بإيذاء المؤمنين بشتى أنواع العذاب والترهيب. ثالثا: كيف كان تدبير الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهة كفار قريش للدعوة؟ واجه صلى الله عليه وسلم مكر قريش بأن أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة حتى يسلموا من أذية المشركين لهم، يعني خوفا عليهم وكي لا يؤذونهم أكثر، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. رابعا: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة مكانا للهجرة أصحابه؟ يعني لماذا أمرهم بأن يهاجروا إلى الحبشة وليس إلى مكان آخر؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الحبشة فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، حتى رغم أنهم غير مسلمين، لكنهم هذا الملك لا يظلم أحدا سواء كان مسلما أو كافرا أو على أي ملة كان، كان ملكا عادلا، ولهذا أمرهم بالذهاب للحبشة. خامسا وأخيرا: حدد 4 عبر مستفادة من الوقائع الواردة في النص نقطة، يعني نصف نقطة لكل عبرة. أولا: إذا كانت الدعوة غريبة على المجتمع وجب أن تبدأ سريا، يعني تجي للمجتمع تقول لهم شي حوايج جداد، خصك تقولها غير سرا، لأنك ستقابل بالرفض والانتفاضة، وهذا يعني في كل شيء ليس فقط في الدين. فمثلا ناخذ مثال الدكتور الفايد الآن، عندما ظهر في السنوات الأخيرة وبدأ يعني يقول للناس يعني هذه المواد خطيرة وضانو يعني مسموم هذه كذا وهذه لا، يعني قوبل بالرفض وقوبل يعني بطرد من وظيفته وغيرها من الأمور. ثانيا: ثبات المؤمنين على عقيدتهم رغم العذاب الذي تعرضوا له دليل على صدق إيمانهم وإخلاصهم، يعني كانوا يعذبون من كفار قريش، لو أنهم يعني لم يكونوا صادقين ومخلصين لله عز وجل لكفروا، لقالوا لا تؤذوننا وسنكفر مرة أخرى، ولكن كانوا صادقين ومخلصين، وهذا يدل على أنهم اقتنعوا بدين الإسلام حق اقتناع ولن يتخلوا عنه أبدا ولو ضحوا بأرواحهم. ثالثا: أن من يستحضر رضا الله عز وجل تهون في وجهه كل الصعاب. هم لماذا يعني تحملوا العذاب؟ لنيل رضا الله عز وجل. رابعا: لا عيب في الفرار من الأعداء، يعني عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة لا بأس في ذلك حتى يأمن المرء على دينه، لأنهم كانوا قلة عددهم قليل والإسلام مازال ما انتشر، لا بأس بأن يهاجروا حتى يعني يتمكنوا وتكون لهم القوة والغلبة ويستعدوا لهم، فبعدها لن يحتاجوا إلى الهجرة، ولكن في البداية لا بأس. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تصحيح هذا الامتحان، وأتمنى لكم الأخبار المفرحة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.